انا اتجنن يا منطقه. ماما. ايه يا حبيبه قلبي ماما؟ هو احنا مش هنروح المصيف ولا ايه؟ انا عن نفسي لبست وجهزت والشنطه جاهزه، فاضل بابا قاعد بيلبس جوه. ماشي ماما. عايزه اقول لك على حاجه. عايزه ايه؟ تعرفي يا ماما ان انا امبارح ما نمتش كويس؟ ليه بس يا غزل؟ ايه اللي حصل؟ هقول لك ليه. عشان انا يا ماما كنت فرحانه، يا ماما كنت عايزه اروح المصيف. انت عارفه احنا هنقعدوا كام يوم هناك؟ 4 ايام. شفتي بقى كتير ازاي؟ ماما بس عايزه اقول لك على حاجه. قولي. يا ماما مش هلحق يا ماما، ولا انزل البحر يا ماما، ولا انزل البسين، ولا اروح الملاهي. انت عايزه حاجه كتير قوي يا غزل، عايزه حاجه كتير قوي. هتلحقي تعملي كل اللي نفسك فيه. بجد؟ بجد. على القهوه. صباح الخير يا جين. في الالف جنيه اللي عايزهم مني هيجي منين الخير يعني؟ يا اخويا يعني هو انت غريب؟ ما انت عارف ظروفي يا جن. ظروفك؟ ايوه يا اخويا انت عارف الظروف. اصبر عليا بس شويه ربنا يخليك. قد ايه يعني اصبر كده؟ قيمه اسبوع كده. هو ايه اسبوع؟ 3 ايام. ايه يومين؟ ايه. طيب انا اعمل ايه يا جن؟ مش هقدر اكدب عليك اكتر من كده يعني. اديني 3 ايام بكتير والله، والالف جنيه يكون عندك يا جن. يلا يا جلجل، يلا يا غزل، انتوا اللي مأخريني اهو، انا مستنيكم. لا احنا لابسين اهو، انا واقف قدام الباب. طب يلا بينا. قفلت الشبابيك كويس؟ قفلت كل حاجه. وقفلت الغاز؟ قفلته. هنروح نصيفوا يا زوزو؟ مبسوطة؟ مبسوطة قوي يا بابا. انا تعرف انا طالع المصرف عشانك انت بس. بجد؟ بجد يا حبيبة قلبي. شكرا يا بابا. يلا بينا. بينا بقى. تعال. ايه؟ ايه؟ يا ماما. صباح الخير يا امنية. صباح الخير يا سلمى. بقول سلمى. كنت عايزه اروح العب الهوبر بورد، ينفع؟ طبعا ينفع، بس اهم حاجه يا امنية تخلي بالك على نفسك، وبعد كده ما تمشيش جنب العربيات خالص، طلع على الرصيف. حاضر يا ماما، ربنا يخليك ليا يا سلمى، بحبك قوي. سلمى تاني؟ تعالي يا بنتي. خلاص مفيش لعب بالهوبر بورد. خلاص والنبي يا سلمى عشان خلاص روحي ما تغيبيش عليا يا امنية. حاضر. ماشي يا حبيبتي اللي انت عايزاه. هي رايحين مصيف. السلام عليكم. صباح الخير يا استاذ محمد، ازاي حضرتك؟ صباح الخير يا ايه، عامله ايه؟ صباح الفل يا ست استاذه ندى، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. بس يا ايه احنا طالعين مصيف ان شاء الله 3 4 ايام كده. تروحوا وتيجوا بالف الف سلامه يا رب. ربنا يخليك. ربنا يخليك. بقول لك ايه، طيب. لا والله ده كتير والله يا استاذ محمد. ربنا يخليك يا رب. جالنا اي حاجه او حد سال علينا بلغيني على طول. خلاص حاضر، انا هعمل مع حضرتك على التليفون على طول. خلاص. ربنا يخليك والله، العماره هتبقى وحشه من غيركم. ربنا يخليك. مع السلامه. يلا يا زوزو. يلا يا بابا. مين دول؟ ده الباش مهندس محمد ومراته الباش مهندسه ندى، الاثنين مهندسين. بس ايه؟ اوه 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 اوه. معاهم فلوس اللهم صلي على النبي، وعيشتهم فل قوي قوي قوي. بتتكلمي بجد؟ ايوه والله. بس اقول لك ناس محترمين جدا وطيبين قوي قوي قوي، بحبهم قوي قوي. ولا بنتهم غزل؟ بس انت لككه ليه كده على الصبح؟ لككه ليه؟ ايه الكلام الياما اللي ملوش لازمه ده؟ يا جن خلاص. انت سالتني يا جن. خلاص. انت عارفه الجن ما بيحبش الكلام الكتير. بس يا جنة بقول لك ايه؟ نعم. في مصلحة حلوة. أيه. هنعملوها في صرف نص ساعة، ومش عايز منك ال 1000 جنيه. والنبي يا اخويا طب قول لك عليها. تعال اقول لك عليها. عارف انت الحظ بعينه، كان وشك حلو عليا، كل اللي الناس شايفينه ما يجيش. يا سيف يا سيف حراني يا سيف يا سيف يا سيف حران يا سيف، الجو حر نار. تن 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 شمس النهار. تن 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 يلا بينا على الامة. ايه غزل؟ ازيك يا امنية؟ ازيك يا امنية؟ الحمد لله. انت رايحة فين؟ انا رايحة صيف يا امنية. بجد؟ بجد. تعرفي بقى بابا قال لي الاسبوع الجاي نروح نصيف في شرم الشيخ. بجد؟ بجد والله. خلاص ماشي، يا رب تستمتعوا، يا رب تبقى فسحة سعيدة. هتوحشيني يا زوزو. وانت كمان يا امنية. عايزه مني حاجه؟ لا عايزه اسمع. لا باي باي. باي يا امنيه توحشيني. يلا ركبي بسرعه. يلا باي باي يا امنيه حبيبي. مع السلامه. باي.
انا مش فاهمه حاجه. هو انت بتعمل ايه يا جن؟ قولي بس فهمني بتعمل ايه. عارفه الجن لو هدومه اتوسخت من لكك دوت هيعمل فيك ايه؟ هدومه توسخ من لكك؟ انا اهم حاجه عندي نساها. طب انت دلوقتي بتعمل ايه؟ انا عايزه افهم برضه. ردي بالك. انت قولي يا جن، انا لازم افهم انت بتعمل ايه. مش هينفع تعمل اي حاجه من غير ما تقولي. شفتي بتقولي لي؟ ايوه. الراجل دوت مرتاح. ايوه مرتاح ومعاه فلوس والدنيا حلوه. يعني قصدك ايه؟ قصدك ايه؟ هقلب الشقه بتاعتي. لا يا جن، لو النبي الا الشقه الا الشقه والنبي يا جن. لا انا اللي انت عارف ان انا ماسكه العماره هنا، واي حاجه هتبقى في وشي كده انت هتقطع عيش يا جن. الله يستر. لا يا جن والله لا. بقول لك ايه؟ ايه؟ لك كتير مش عايز. ده اكل عيش يا جن. يلا غور على عمارتك. يلا يا جن اكل الشقه يا جن ونبي. ده اكل عيش يا جن. غور على عمارتك. لو الشقه فيها فلوس حلوه برضه هرضيكي غير 1000 جنيه بتوعك. والنبي يا جن روح على عمارتك وسيبيني اعرف اسرق بمزاج. بس انا ماليش دعوه. وادعي لي كده ربنا يسترها معايا وانا طالع على السلم. ربنا يسترها معاك وانت طالع يا رب. يلا غور. يا خلاص ماشي يا جن ماشي. انت لك كاكه برضه قوي. ده لو هدومي اتوسخت مش هسيبك. انا الجنة يا منطقة. يا نهار ابيض، ده عمه ده عايز يسرق شقه غزل وعايز يسرق منها لعبها، وكمان طنط ايه كانت واقفه معاه. طب انا اعمل ايه دلوقتي يا غزل يا حبيبتي؟ هيسرق لعبها يا حرام. لا انا بقى جاتلي فكره حلوه قوي. انا هتصل بغزل واقول لها ان في عمه كان عايز يسرق شقتك ويسرق لعبك. انا لازم اروح اقول لغزل بسرعه. يا رب سلم يا رب يا رب استر يا رب استر يا رب. انا خايفه من الجن ده يعمل لي مشكله. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ هيقطع لي عيشي. انا عارفه والله انا عارفه. يا ريتني اعطيت ال 1000 جنيه بتاعته وخلصت منه. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ انا ما قداميش غير حل واحد، اروح اقعد قدام الكاميرا اللي في الجنينه عشان لو حد سال عليا انا اهو قاعده في الجنينه اهو، ما رحتش في حته ولا ليا دعوه بحد. ايوه هو كده، هو ده اللي لازم اعمله. البنات 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 البنات. اه يا جن والله ضهرك وجع شاد يا جن. اه حلو الكرسي ده، عايز تاخده معايا سلام. انزل على السلم ده. اه يا جن. اه اوبا اوبا اوبا، هو ده اللي بحلم بيه. اوبا ده انت بابا رم، اقسم بالله بابا رم. عشرات وخمسات وتقولي غني ومعاه فلوس كتير. تعرف يحطهم لي ميات. اوبا انت رزمة وانا رزمة، انت رزمة وانا رزمة، انت رزمتين وانا رزمتين. انا الجنة منطقة، انا الاخر، انا النهاية، انا حيطة سادة. ايوه يا جن، ايوه يا جن، وهتعيد يا جن. الجن 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 الجن. ايوه يا جن. انا هكلم غزل بسرعة. يا زوزو. ايه يا ماما؟ امنية حبيبتي بترن عليكي. شوفيها، قال لك كنت عايزة حبة رملة ولا صدف من هناك. خدي. الو 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 يا امنية. حرامي بس على لعبي. ماشي يا ماما يا ماما. الحقي يا ماما. ايه يا غزل؟ امنية بتقول لي يا ماما في حرامي بيسرق العابي. يعني ايه حرامي وبيسرق العابك؟ مش فاهمه. لف بسرعه يا محمد نشوف فيه ايه. في ايه يا ندى؟ لف بسرعه تعالى نروح البيت نشوف فيه ايه. بتقولك في حرامي وبيسرق العابها وكلام مش مفهوم. في ايه حرامي؟ لف بسرعه. حاضر حاضر. يا رب سلم يا رب.
الله الله، خلينا في المفيد بقى. البنات البنات صراصير البلاعات. ايوه يا جن، البنات البنات صراصير البلاعات. ايه ده؟ مين الراجل ده؟ ده صاحب الشقة، مش هو ده اللي نعاسه؟ بس الراجل دوت باين عليه معرفة. صباح الفل يا حاج. الجن 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 هيتفرج على التلفزيون. عندكوا ايه انتوا هنا؟ عندكوا ايه؟ فين يا جن؟ الجن 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 الجن. الله قال لك الجن فين؟ الجن فين؟ الجن على الفضائيات يا بني ادمين. الجن فين؟ عايزين اهو الجن، اهو الجن، اهو ايام الشحاته اما كان بواب. مش بتفرج على حاجه. انا اخلع بقى، عايزين حاجه؟ البنات البنات صراصير. ايه الصوت ده؟ تعالي يا ندى، تعالي يا رزمة، تعالي شوف في ايه. ايه ده؟ يا نهار اسود، الباب مفتوح. طب الشقة مفتوح؟ يا ترى ايه اللي اتسرق جوه؟ احنا اتسرقنا؟ العيال، يا نهار اسود، ربنا يستر. تعالي تعالي، ربنا يستر، تعالي يا مولا. العيال بتاعتي، تعالي بس تعالي شوفوا ايه اللي اتسرق جوه. البنات البنات صراصير البلاعات. البنات البنات صار دهبي كله اتسرق يا محمد. دهبي كله اتسرق يا ندى. دهبي يا محمد. يا ماما يا نعم صيف ولا لا؟ وقته ده يا غزل، ده وقته. الحقيقة يا أمية دهبي كله اتسرق يا أمية. بصي بصي، أنا عايزة أقول لك على حاجة يا أم غزل. قولي. عمو ده كان واقف مع طنط ايه البوابه، وكان عمال كده يزعق لها، وكان عمال يكلمها مش عارفه بيقول لها ايه. شفتيه؟ ايوه شكله. شكله عامل ازاي يا امنيه؟ شكله وحش قوي كده، ولابس بنطلون جينز ولابس سلاسل كتير كده. واقف مع ايه البوابه؟ ايوه شفناه الصبح اللي كان قاعد جنبها. بص يا محمد، بقول لك ايه، انا همسك ايه واخدها واجرها على الاسم، وهي هتعترف، وهي اللي هتجيبه لنا كمان. طب يلا والنبي ده. طب يلا قدامي، والله العظيم ما انا سايبها.